القضايا الاقتصادية ومجلس، كنا اتكلمنا على قصة EFG إرماس ومجلس إدارة المجموعة المالية إرماس وفي عرض الشراء غير الملزم من بنك أبو ظبي الأول للاستحواذ على نسبة لا تقل من عن 51% من اجتماع مجلس الإدارة النهاردة، وده كان في إفصاح لأرسلته الشركة للبورصة النهاردة، وتم تعيين جولدمان ساكس، مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، مستشارا ماليا للشركة للنظر في العرض المقدم من المكتب الإنجليزي الممثل أو المكاتب الممثلة بقى للجهة الأخرى. وافق المجلس خلال اجتماعه على السماح للبنك بإجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق، ودي جملة مهمة جدا، في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. معي على الهاتف الأستاذ محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية. أستاذ ماهر مساء الخير. مساء الخير. يعني الجملة بتاعت إجراء الفحص النافي للجهالة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية شريطة الحصول على كافة الموافقات، قولي الجملة دي ماذا تعني؟ والله هي برضو هي جملة طبعا باللغة العربية ترجمة اللي هي in good faith باللغة الإنجليزية، يعني هي المقصود ان يكون في الفحص النافي للجهاله دون التغول في المعلومات اللي هي قد تمس سريه حسابات العملاء او تخص يعني معلومات تخص يعني سياسات واساليب العمل داخل الشركه او ما بها من ملكيه فكريه او تخص التفاصيل الدقيقه داخل الشركه. ده هو المقصود بيها يعني، وطبعا كل ده متوقف على موافقه الجهات المعنيه، عندنا جهتين رقابيتين، هيئه الرقابه الماليه وايضا البنك المركزي لوجود حصه يعني اغلبيه في بنك الاستثمار العربي مملوك للمجموعه الماليه. طيب اجي بقى للرقابه الماليه، كان في قرار منذ ايام، هذا قرار لم ينشر يعني لمعلوماتي لسه لم ينشر في الجريدة الرسمية، يمكن يكون يعني ينشر خلال ساعات، ولكن هذا القرار انه الرقابة المالية قررت انه لابد قرار انه بموافقتها المسبقة من الهيئة قبل إجراء الفحص النافي للجهالة أي شركة من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. طبعا موافقة الهيئة ده كان من 2016، موافقة الهيئة على أي صفقة أصلا، يعني على اي صفقه، ولكن الان بنتكلم حتى على جزء الفحص. في رايك صحيح. ايه فلسفه هذا القرار؟ هو طبعا يعني هو قرار جاي على جميع الشركات اللي هي الماليه غير مصرفيه، وطبعا اللي دعا الى صدور هذا القرار بهذا الشكل اعتقد هو موضوع عرض الشراء اللي هو مقدم على المجموعه الماليه، كان يعني حافز لصدور هذا القرار. واعتقد ان هذا القرار هو بالقياس على ما يتم اتباعه من البنك المركزي مع الجهاز المصرفي، يعني مفيش حد يقدر يخش على بنك يقول انا اعمل فحص نافي للجهاله حتى لو مجلس الاداره وافق من غير ما البنك المركزي يكون موافق من حيث المبدا انه يخش يعمل هذا الفحص. ليه؟ لان هو بيخش بيشوف قد يمس سريه حسابات عملاء، قد يمس يعني بعض اسرار العمل، السياسات، نقط القوه ونقط الضعف داخل المؤسسه الماليه او البنك، وبالتالي داخل المؤسسه الماليه في الحاله بتاعه الرقابه الماليه. وطبعا ده يعني الرقابه الماليه بيتبعها يعني عده قطاعات هامه جدا، طبعا قطاع سوق المال وقطاع التامين وقطاع الخدمات الماليه التمويليه زي التاجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه والتمويل المتناهي الصغر، كل دي حاجات برضه حساسه فيها حسابات عملاء وفيها فنيات نعم. وملكيه فكريه في كثير من الامور.